ما قلنا في الحلقة اللي فاتت ان احنا قلنا ان دايما لما بنيجي نغسل الكرومة بتبقى شفافة، مش حاجة تقدر تحط عليها تشف عليها، او تقدر تحط باك جراوند اللي انت عايزه زي ما بيعملوا في الفوتو سيشن او حاجات تانية بيستعملوها في الافلام او في السينما او كده. نرجع تاني هنا للإفكت زي ما اتفقنا الالترا وبدأنا نظبط فيه كده، اختيارين تحت لازم ناخد بالنا منهم. الاختيار الاولاني التاني الاولاني خلاص احنا خلصناه، نخش على الاختيار التاني وده الخاص بالسوفتنج اللي حوالين الاشياء اللي موجودة. يعني لو رجعنا تاني للبنت اللي احنا كنا فاصلينها في الحلقة اللي فاتت، تعالوا عشان هنا بتبان اكتر شوية لان هناك الاضاءات كانت سودة وحاجات كده، ممكن نعمل سوفتنج للاشياء. يعني هنا في الاختيار ده ممكن نعمل كوك مثلا نزوده كده، ضيعنا الازرق، شايفين في ازرق حوالين المكان ده، ده بيعمل زي بيبرد الشيء، تبص تلاقيه بقى صافي جدا، وبعدين يعمل سوفتنج عشان لو حاد يبقى ناعم معانا ويبقى بالشكل ده. تمام، في الكونتراست وده بيخليه شوية بيحدي لك الصورة، بيخليها احسن وشكلها الطف، بتبقى برضو زي ما تقول تحطها على حاجة ما تبينش العيب بتاعها. يعني المفروض بعد ما تخلص الكلام ده بتجيب خلفية بيضة. طيب بالمناسبة بما ان احنا بقى دخلنا في موضوع الخلفية البيضة، احنا ممكن نعرف نجيبها ازاي سواء بيضة او سودة او اي لون. بنخش على الاختيار الموجود تحت ده اسمه New Item، بندوس عليه بيطلع لنا عدة اختيارات. اول حاجة بندور عليها Color Matte، بندوس عليها بيطلع لنا الحاجات اللي هي المفروض هي مظبوطة يعني عندنا، وبتغير منها كذا اوبشن، يعني ممكن تعملها دي في او على حسب الجودة اللي انت عايزها، ولكن هي مظبوطة على الجودة بتاعتنا. وهنا نفس الموضوع لو كنت عايز تطلعها، لكن احنا بنخليها زي ما هي، وبرضو هنا 1920 و1080 ونقول له اوكي، بيطلع لي الجدول بتاعنا اللي فيه الالوان اللي بنختارها للحاجه اللي احنا عايزينها. طبعا احنا كنا عايزين لون ابيض، فهنخلي بدل الاسود نخليه ابيض، لمجرد ان هو اتغير لونه هنا للابيض بنقول له اوكي، بيظهر لي هنا ممكن اسميه، لكن هخليه برضو كلر مات زي ما هو، وبعدين بيظهر لي موجود هنا اهوت.